السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم ومساءكم معطر بذكر الله. أهلا وسهلا بكم جميعا وتحياتي للجميع. شكرا لكل من حط لايك، شكرا لكل من حط تعليق يليق بيه. أهلا وسهلا بكم جميعا. طيب النهاردة هنتكلم على زيت روعة جدا، زيت خرافة، هتجيبيه من الصيدلية ب 15 جنيه. هو تمنه كده 15 جنيه، بس زيت حكاية فعلا، يعني زيت يعني من اول استخدام النتيجه بتاعته هتبان. ايه هو؟ هقول لك. الزيت ده يعني هيمنع التقصف، مش بس كده هيمنع التقصف، لا ده كمان لو انت عندك هيشان هيمنعه خالص. الهيشان ده مش هتلاقي هيشان تماما. هيغذي شعرك تغذيه كامله، تغذيه ان هو يخليه فعلا ناعم بدرجه رهيبه. هيرطب الشعر، هيديك نعومه ما بعدها نعومه، حتى لو انت شعرك ده هايش كده او الشعر مش ناعم، هيخلولك ناعم فوق مما تتخيلي، وب 15 جنيه بس. وزي ما اتفقنا عايزين نرفع الكفاءة بتاعته، ممكن نرفع الكفاءة زي ما انت عايزة، وتخلي الزيت ده ابو 15 جنيه ممكن تخليه زيت تمنه 500 جنيه. وهقول لك نعمل ايه. ايه هو الزيت؟ هقول لك اهو. زيت المنك اهو، شايفين اهو، ده زيت المنك بالافوكادو اهو، شايفينه، هو ده حاجة كده. ده ب 15 جنيه يا جماعة. خلي بالكو ان المنك ده حيوان ثدي، تمام كده، هما بيستخرجوا منه الزيت لانه هو عنده غذاء، او زيت المنك اللي بيستخرجوه من الحيوان المنك ده يعني عنده غذاء، في غذاء رهيبه جدا للشعر، بيخلي الشعر عندك ناعم بدرجه فوق مما تتخيلي. هيغذي الشعر بدرجه فوق مما تتخيلي. الزيت اللي بيستخرجوه من الحيوان ده حاجه في كده كده يعني فوق الوصف، فوق الخيال، حاجه رهيبه جدا يعني. طيب ده هيمنع التقصف وهيمنع الهيشان، وفي نفس الوقت هيديك نعومه زي ما احنا قلنا ملهاش حل. طيب لو انا عايز ارفع كفاءه الزيت ده انا هعمل ايه؟ لو انا عايزه للتساقط ممكن احط هنا زيت مرمريه، تمام. لو انا عايز امنع الشيب ممكن هنا احط مثلا زيت الجاجوبه. اتفقنا قلنا ان زيت الجاجوبه يا جماعه حاجه رهيبه جدا في علاج تاخر الشيب. طب لو انا عايز اطول الشعر، عايز املى الفراغات، عايز اعمل كثافه، يبقى هحط هنا ايه؟ هحط هنا اتنين زيت مسؤولين على الطول ومسؤولين على كثافه الشعر، اللي هم زيت الروزماري وزيت الخروع. الاتنين دول ما بصوا ما تستغنوش عنهم ابدا، في الطول، في زياده الطول وفي زياده الكثافه، اللي هم زيت الاتنين دول. طيب لو انا عايز مثلا على سبيل المثال ازود بقى، عندي زيت حرمل، احط زيت حرمل، عارفين زيت الحرمل، احط زيت حرمل. لو مثلا على سبيل المثال عايز بقى ايه، اخلي الشعر يتغذى كويس جدا، طب انا هنا احط له ايه؟ احط له حاجتين، يعني عايز افتح المسام او اخلي الجذور والبصيلات تبدا تاخد الغذاء الكامله، اعمل ايه؟ احط هنا مثلا عدد 4 نقط من زيت القرنفل او 4 نقط من زيت الايه؟ النعناع. كده انت حطيتي طريق رهيب جدا. طب عايز بقى ازود بقى الكفاءه بقى واخليه، بصي زيت ثمنه ب 1000 جنيه، اعمل ايه؟ احط جنب الزيوت دي كلها احط اختراع رشا، اختراع اوشا، احط ايه بقى؟ احط زيت الموز. هيخلي شعرك هنا بصوا في حته تانية خالص، هيخلوه في حته تانية خالص. اتمنى اللي انتوا بصوا يعني اسهل او ارخص حاجه تجيبوها من الصيدليه اهي، ده زيت المنك، ده المنك اهو، ده شايفينه بالافوكادو. عندك بقى موجود بالافوكادو، موجود بزيت الزيتون، موجود بزيت الجوز الهندي، شوفوا، موجود بالجاجوبه برضو، مفيش مشكله. بس الصراحه انا اخترت هنا هو الافوكادو عشان خاطر النعومه والتقصف واللمعان، يعني حاجه كده هيغذي شعرك بفوق مما تتخيلي. شكرا ليكم، اتمنى ان انتوا تجربوه، واتمنى ان انتوا ترفعوا من الكفاءه. اتعلموا يا جماعه، اتعلموا، اتمنى من اخواتي اللي هم يتعلموا. اي زيت انت بتجيبيه ارفعي من كفاءته. تاني، اي زيت انت بتجيبيه عندك مجموعه زيوت موجوده ارفعي من كفاءتها، عندك كريم برضو ارفعي من الكفاءه بتاعته، حطي له زيوت هيبقى معاكي روعه جدا. طبعا في الكريم هنحط ايه يعني نقطتين او نقطه من كل ايه، من كل زيت. شكرا ليكم، تحياتي وسلامة اناملكم.